جديدة من برنامجكم شارع النهار. عاملين ايه؟ وحشتونا. النهاردة معانا بنوتة جميلة جميلة خالص. موهبة ايه؟ احنا كلنا فخورين بيها. شابة مصرية. ليه؟ لعشان هي مصرية وجميلة، عندها 20 سنة وبتعشق المزيكا، وكمان غنت اغاني كتير جدا بتوزيع جديد مختلف، توزيع بيخلي الاغاني العربي انجليزي والانجليزي عربي والعربي سمبلويني، يعني بس بتعمل حاجة كده جميلة. وكمان مضت مع شركة سوني العالمية ومشاهداتها واغانيها وصلت لعشرة مليون فيوز. صح. معانا ومعاكم ناتالي سابا. عامله ايه يا حلوه؟ ازيكم؟ ايه الاخبار؟ ثانك يو فور الانترودكشن الجميله دي. بجد عجبتك؟ كنا عايزين والله نكتر شويه بس. لا تمام. طيب انت عندك بقى 20 سنه صح؟ بتغني بقى من وانت عندك كام سنه؟ بغني يعني كاغانيه من وانا 16 سنه بس ابتديت اغني خالص وانا صغيره، كان عندي 7 سنين مثلا، فده بقى كان في المدرسه بقى وكده. وبعد المدرسه وانا عندي 13 سنه بقى ابتديت ادرس مزيكا في الاوبرا، كان مع استاذ صبحي. مين اللي اكتشف بقى عشان يوديكي الاوبرا؟ مامتي. سمعتك وانت بتدندني في اوضتك كده؟ اهلي يعني، اهلي كلهم. هما كانوا شايفين دي حاجه بحبها قوي وانا في المدرسه وكده، فروحت الاوبرا مع استاذ صبحي بدير، وين دخلت كذا ورشه برده مع استاذ فتحي سلامه. حلو. وبس وبقى ابتديت بقى من هناك اعمل فرقه وكده ونعمل. نتالي انت اغانيكي وصلت ل 10 مليون فيو. حلو. كيف وصلتي لهم؟ انفستيجيشن. ما شاء الله، يعني احنا بنتاتش وود. اوكي. كيف دي يعني؟ مش بص هقول لك، يعني انا اول اغاني عملتها كنت انا هيك البوم صغير اسمه اي بي بالانجلش، مش اسمه اي بي، هو اي بي اسمه ذيس از مي بالانجلش، كان كل الاغاني فيها انا كاتباها. تمام. سافرت برا سجلتها وكده، وما كنتش عامله حسابي ان انا هكتب كلام الاغاني، لان دي كانت اول حاجه خالص اعملها في حياتي. فبعدين سمعتهم الكلام هناك سمعتهم الكلام ايه اللي انا كاتباه يعني؟ سمعتهم الكلام هناك. قلت ايه؟ اديتهم كلمتين في جنابهم. سمعتهم بقى الكلام. سمعتهم كلمتين. اوكي. وبس فطلع ان الاغاني كلها عملتها انا، كتبت الكلام ولحنتها وكده، فانا ما كنتش متوقعه قوي ان حاجه اول حاجه اعملها وانا اللي عاملاها. ودايما اي حد بيعمل حاجه في الاول مش بيبقى اللي هو واثق فيها. برافو عليك. ده طبيعي. فدي كانت حاجه بسطاني قوي، ان كمان ان الناس سمعت اغاني انا اللي كاتباها، فهو كان احساس حلو قوي يعني، وبعدين شجعني ان انا بقى اعمل حاجات ثانيه وكده. برافو. طيب مين بقى ورا السوشيال ميديا بتاعتك؟ ومين وازاي يعني، هل الرقم اللي موجود في الفيوز ده حقيقي ولا في حاجه ملعوبه فيه؟ لا ده بجد. بجد؟ ده اتخضت يعني. مين ماسك لك السوشيال ميديا؟ هلا مين بقى؟ صح مين ماسك لك السوشيال ميديا ولا انت ماسكاها؟ لا انا ماسكاها، وبرده حد من التيم فروم سوني، في ناس بتساعدني. الله. حلو. برافو عليكي. بس مينلي يعني كونتنت، طبعا المزيكا والفيديوز وكده اللي هو على البلاتفورمز بتاعت المزيكا وكده، هم بيهاندل الحاجات دي. بس مثلا الحاجات الثانيه البيرسونال اكتر زي انستغرام وكده، انا بتبعتيها يعني حاجات وكده. برافو عليك. حلو. طب ازاي وصلت صوتك لبره؟ يعني انت في اغاني ما عندك وصلت لبره؟ يعني طبعا كذا حاجه، منهم ان انا مع ليبل ساعدتني قوي، يعني الشركه كان ليها دور بوش كبير قوي. كمان كان عملت كمان تور صغيره بره مصر في بلاد كتير، ده طبعا بسببهم، فده ساعد يعني ساعدني اكتر الناس بره مصر تعرفني. وكمان اللانجوج يعني اللغه بتاعت الاغاني كلها بالانجلش، فكان اسهل انه تنتشر بره يعني. بس طيب سوني شركة كبيرة ودايما بتمضي مع ناس تقيلة، انت بقى ازاي وصلت لهم؟ اوكي. هي اكيد قصة. دي فيها هي قصة. بص وشها ومقولها هي قصة. افتكرت الموضوع. عايزين نعرف. انا كان في اغنية مسجلاها. ايوه. وفي friend in common. في صديق مشترك بينك وبينهم. هو ساعتها ما كنتش اعرفه خالص، هو كلمني كان بالنسبة لي شخص غريب. اوكي. سواء دلوقتي هو اذر مسج. هو ابو لو انتوا تعرفوه. ابو طبعا. انا ساعتها ما كنتش اعرفه خالص، هو بيكلمني بيقول لي انا اسمي كذا ده من لما شفتها ثلاث دقايق هو عمل كده معاكي وكلمك على طول. ما كنتش اعرفه، هو بيعرفني على نفسه، وبعدين قال لي ان هو يعرف حد جنرال هو بيعرفني على نفسه. طبعا قعدت فتره كبيره بيقول لك انا ابو، فقلت له ايوه ابو مين يعني؟ ابو ابو ايوه ابو ايه؟ غنالك بقى ففعلت.
انا لا ما غناليش في التليفون الصراحه. بس فهو قال لي انا اعرف المدير بتاع شركه كذا واي هوب يو دونت مايند، بس انا بعت لهم حاجتك. يعني هو اصلا قال لي ان هو انا بعت لهم حاجتك، فاللي هو انا اصلا ما كنتش اللي هو قلت له اوكي انا قلت له اوكي ثانك يو يعني، ولو شكرته بس نمت بجد وكان ما فيش اي حد قال لي اي حاجه. بعدين لقيت ان هم بعتوا لي ايميل وقالوا لي ان احنا عايزين نقابلك وعايزين نعمل لك البوم وكده. وبعدها على طول اصلا سافرت سويدن وسجلت اول البوم ليا، وانا لسه معمله لحد دلوقتي يعني، وعملت الاغنيه الجديده بتاعتي هي بالعربي نسمعها. يس ومبدئيا مبروك على الالبوم. مبروك والف مبروك، الف مليون مبروك، واحنا بجد فخورين بيكي جدا. وهنسمع ونبسط اهو. نسمع بقى اغنيتها اسمها ايه؟ اسمها في ناس. في ناس، في ناس، خلي بالكوا عشان في ناس. هي الاغنيه كتير قوي. الاغنيه الميوزك برودكشن ساري هاني وكلمات دعاء عبد الوهاب وتلحيني. برافو، يا رب تعجبكم. يلا بقى. وناس تعيش وناس تطير بجناح وريش، فيه اللي صابر واللي حاير واللي غاوي شكله مناظر، فيه اللي فاضي واللي هادي واللي شايف الكون رمادي، واللي طول الوقت راضي واللي واخد كله عادي، واللي عاش الدنيا دي سجن انفرادي. ما يهمنيش في سكه سالكه وما فيش، ما يهمنيش هعرف لوحدي ازاي اعيش، ما يهمنيش شكل الحكايه كلها، انا مش هكون غير بس نفسي اكون انا. وناس بتمشي في ظل حيطة، في قلب نفسه يحب مرة وقلب حظه إشارة خضرة، اللي ساكت غرقان في نومه واللي شايل جوا همومه، واللي عايش اليوم بيومه واللي مش طايق هدومه، واللي جوه دماغه زحمه وناس وزيته. ما يهمنيش في سكه سالكه وما فيش، ما يهمنيش هعرف لوحدي ازاي اعيش، ما يهمنيش شكل الحكايه كلها، انا مش هكون غير بس نفسي اكون انا. واللي واخد كله عادي، واللي عاش الدنيا دي سجن انفرادي، واللي عاش اليوم بيومه واللي مش طايق هدومه، واللي جوه دماغه زحمه وناس وزيده. ما يهمنيش في سكه سالكه وما فيش، ما يهمنيش هعرف لوحدي ازاي اعيش، ما يهمنيش شكل الحكايه كلها، مش هكون غير بس نفسي اكون انا. شكرا، برافو عليكي. لسه بقول له المزيكا حلوه وشطوره، صوتك جميل قوي. برافو، برافو عليك بجد. اخترتيها بقى ازاي؟ في الاول اخترت طبعا عايزه اشتغل مع مين يعني. أيوة. انا كنت عايزه اشتغل مع ساري جدا، يعني هو بالنسبه لي من اشطر الميوزك برودوسرز هنا في مصر،
وبعدين برضو كلمات وعبد الوهاب يعني حلوة الكلمات جدا يعني هي شاطرة جدا وقعدنا كتير على من نقي الموضوع يعني بس في الآخر اتفقنا على الموضوع ده وبس وكمان صورنا الأغنية الفيديو كليب برضو لطيف قوي هي من إخراج عمر نايف كمان فبس حلو طيب انت بقى نفسك تعملي مع مين من بره دايو وتعملي في مصر كمان هنا تعملي مع من بره ومن مصر دايو مع مين اختاري اتنين بره طبعا هو حلم كبير قوي بس دي حاجه نفسي اعملها يعني انا بحب سين ديما قوي طبعا هي اول مغنيه خلتني اكتب كلام يعني والف وكده وكانت اول مغنيه اسمعها يعني قبل ما اعمل مزيكا ليا هي سيا انا بحبها سيا طبعا طبعا she's one of my favorites يعني وحلمي ان انا اصلا اشوفها احضر لها حفله يعني لسه كنا بنسمع لها اغنيه بالظبط اه اللي البنت فيها بترقص بالظبط اللي عندها ابيض واسود في شعرها بس حلو بتدرسي؟ ما عرفناش طب استنى مين اللي هنا في مصر؟ بحب ناس كتير قوي يعني بحب منير قوي بحب العسيلي كمان قوي ايوه ف مين بقى منهم؟ بحب تحبي مين منهم نفسك؟ بحب احمد مكي قوي كمان مكي يس yes. طب مكي ولا استاذ هما كلهم ديفرنت قوي ولا عسيلي تختاري مين؟ الكينج ولا عسيلي؟ لا نختار الكينج بقى. تختاري الكينج شطوره برافو عليك ايه جد طيب مثلا انت لسه احنا مخرجينك على الامتحان مذاكره ولا حاجه؟ لا ما تمام امتحاناتك قربت؟ لا انا في امتحانات يعني اصلا لا بس مش مؤخرا يعني درسي ايه عامله ايه في المذاكره انا في ثانيه جامعه بدرس اداب فرنسي حلو وبدرس بجنب الجامعه برضو بدرس مزيكا بدرس ميوزك برودكشن بس يعني اونلاين ف بس يعني فيعيني مطحونه لسه قدامي بتوفقي بقى ازاي بين الاثنين الموضوع صعب انا مش بوفق قوي الموضوع صعب بس يعني بتهندلي بتعرفي يعني حتة الميوزك برودكشن دي انا بعرف شوية انظم الوقت لانها حاجة اونلاين مش زي الجامعة حلو بس برضو حاجة مهتمة ان انا اكون بعملها بانتظام يعني الجامعة طبعا يعني هو تايم مانجمنت او يعني بحتاج ابقى وقت يعني مقسمة هو تقسيم الوقت اهم حاجة يعني ده حقيقي انت اللي بتختاري اغانيكي ولا حد معين بيختارها لك؟ لا يعني انا بختارها وطبعا يعني طبعا الليبل كده كده يعني دايما بيدوني نصايح وكده فاحنا بنشتغل دايما كتيم يعني مفيش حد لو بيفرض رايه فدي بالنسبه لي كانت حاجه مريحه قوي يعني من اكتر الحاجات اللي بسطاني يعني في الشغل معاهم انه احنا بنسمع اراء بعض وباخد نصايح منهم اكتر ما ان هم بيفرضوا حاجه فشغالين مع بعض يعني حلو جدا طيب الحاجات بقى اللي خلتك الناس تعرفك وتبقي مشهوره اللوك الشبابي اللي انت ظهرتي بيه ونوع المزيكا دي حاجه كانت مميزه ما تحكي لنا شويه انت بقى قررتي تعملي ده ولا انت كنت حابه يعني تكلمي الشباب بس ولا انت هم دول انت متجهه لهم يعني صح في الاساس ولا انت عايزه انهي شريحه بالظبط بصي هو انا نجحتي بين الشباب كده كده انا دايما يعني دايما بقول ان انا مش يعني مش بغني لكلاس معين او سن معين بس هو يمكن الموضوع جه صدفه ان انا عملت المزيكا دي فهي اللي وصلت للناس دي بس انا دايما بقول ان نفسي مزيكتي توصل لاكتر من بلد وناس كتير قوي ومش هدفي خالص اني اغني ناس معينه او بلد معينه فاصلا هدفي انه تكون مزيكتي مور انترناشونال وتوصل كل الناس تسمع ناس كتير يعني دي اهم حاجه بالنسبه لي بس عشان كده بفكر اني دايما يكون في الاغاني متنوعه فابتدي اشتغل على حاجات اعرف ان هي توصل لناس كتير مش هنسمع مش هنسمع معينة. هنسمع حاجات كتير بس ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله انت بتاخدي كورسات تمثيل تمام كورسات تمثيل عايزه تمثلي انا هقول لك انا بديت ليه اصلا انا بديت انا مبدئيا باخد مع لو كلانر فانا بوجه له اصلا لوك صاحبنا جدا يس احنا خدنا عنده على فكره يس اكيد عارفينه بجد هو يعني هو لذيذ جدا حصل معجزه اصلا اصلا داخله مش عارفه اي حاجه وانا اصلا روحت اكتر عشان البرفورمانس بتاعي وحضوري وكده وكنت عايزه اخده وعارفه ان هي حاجه حلوه هو ورك شوب لذيذ قوي حتى لو انت مش بتفكري في التمثيل لا. هي هو ورك شوب لذيذ قوي هو حقيقي من الناس الشاطره في الورك شوبس حقيقي فانا اخدت معايا اول ورك شوب ودلوقتي في تاني ورك شوب ودلوقتي بقى بجد نفسي امثل لا ان شاء الله الموضوع بتغني وبتمثلي مع بعض الاثنين ولا
لا اكيد الاثنين يعني، بس اللي بيقولوا ان انا فكرت في الموضوع ديت يعني ما كانش ده هدفي وانا داخله ادرس تمثيل، بس دلوقتي اللي هو لو جات لي فرصه هبقى مبسوطه يعني. طيب اهلك بقى بيشجعوكي على ان انت تغني وتمثلي وانت بتدرسي، ولا بيقولوا لك ايه رايهم ايه في الموضوع؟ لا بيشجعوني يعني بالعكس، دي مامتي اصلا ما تلاقيني اللي هو بذاكر قوي او بخرج قوي ومش بعمل وقت للمزيكا، لا هي بتقول لي انت ليه قاعده بتعملي ده بس، لازم تقومي تتمرني. لازم تراجعي. جميله. هي اللي هو هي دايما عايزاني ابقى بتمرن دايما، فلا هم بيشجعوني قوي كلهم يعني. جمال بجد، ربنا يخليهم لك. ربنا يخليهم لك. شكرا. طيب هل حد انتقدك قبل كده في اي حاجه، وايه اكتر مدحه برضو تقدم لك؟ ناس كتير طبعا انتقدت يعني، مش عارفه ناس مش ناس ما اعرفهاش شخصيا، بس دايما بنشوف طبعا كومنتس وحاجات كده اللي هو يعني ازاي بنت وبتعمل كده، ازاي بنت وبترقص كده في الفيديو، ازاي بنت ومثلا بتقول اصل عارفه انا نزلت كوفر برضو الاغنيه بتاعت حط ايده، فاللي هو كانت كل الناس ازاي بنت بتغني الكلام ده ومش عارف ايه، بس هو يعني ارت از واي بيوند كل التعليقات دي. بس كلام الاغنيه يعني ما فيهوش حاجه خالص خالص يعني. انا لا طبعا يعني، بس هي الكلمه استفزتهم ف استفزتهم عشان بنت بس بس يعني، فدي معظم التعليقات يعني ان انا بنت يعني. بس بصي هو بس طبعا انا وليد ماغو صح بالزبط. فاحنا دايما بنعمل حاجه اللي احنا مؤمنين بيها والمدح بقى بالظبط يعني. انا بحس فعلا مادام انا يعني شايفه ان انا مقتنعه وعندي ريزنز ان انا بعمل ده ليه، في ناس بتحبك فخلاص. طيب انت بتشجعي الكوره؟ لا خالص، ولا بره ولا هنا ولا يعني. لو قعدت في ماتش هنام انا يا بتصحى مع الاجوان بس ما بصحى على الصوت ايه ايه جون. انا كوره لا مش بفهمها اصلا. طب بتحبي تلعبي رياضه معينه؟ كنت زمان بلعب، كنت بلعب تنس وسكواش بس بطلت. سبع بلاطات نعم انا زمان كنت بلعب السبع بلاطات والست الملك، والدنيا كانت حلوه برده. اما دي كلنا بنلعبها السبع بلاطات اكيد طبعا. بس ناتالي دلوقتي ما فيش رياضه. نورتينا. ثانك يو، شرفتينا. بس مش هنسيبك بقى لما نسمع طبعا. لا لازم نسمع اغنيه حلوه وتفرحينا زي ما فرحتينا من شويه. لا انا بجد مبسوطه قوي يعني، واتس ان اونر ان انا موجوده في البرنامج ده معاكم. ده شرف لينا. انا اصلا ام وان اوف يور بيجست فانز. ف ربنا يخليكي، احنا اللي فانز واحنا حبيناكي، واحنا كمان دلوقتي بقينا من الفانز بتوعك. انا خلاص انا عجبني صوتها جدا ومزيكتها وكده. وقبل ما نطلع فاصل ناتالي هتغني لنا اغنيه حلوه. يلا يلا بينا. يلا خدي النوت. مش عايز تاخد مايكها كده كل يا ضحكه الرمان نادت على العطشان، وحلمك السرحان خايف من الهزال، شايفك هلال فضال وشعرك البستان، تايه انا حيران طاير من اللذات. ليلى ليلى ويلي يا ليلى، اسمك الغالي منتهى اللذات. ليلى ليلى ويلي يا ليلى، اسمك الغالي منتهى اللذات. تخطفني وسط اللمه، تذبحني عيونك لما تخطفني وسط اللمه.